معي على الهاتف السيدة وزيرة التعاون الدولي دكتورة سحر ناصر. مساء الخير يا سيدة الوزيرة. مساء النور، ازيك؟ اهلا بيكي. انا بس كنت عايزة اسأل اولا عن الخبر اللي كان من عدة ايام حول قرار البنك الاوروبي بفتح مقر له او باعتبار مصر منطقة عمليات. اشرحي لنا ايه اهمية ده؟ ده نقطة، يعني نقطة مهمة جدا ونقطة محورية بالنسبة لمصر، اللي كده البنك بيعترف ان مصر تقدر ان هي تقوم بعمليات ومشاريع اكبر بكتير. ده بيبقى مبني على ان الاستقرار الاقتصادي والسياسي من ناحيتين، وده وكل مجلس الاداره بتاعه البنك بدون يعني بالاجماع وافقوا واقروا ان مصر تكون country in operation، بمعنى ان هي ممكن تقوم بمشاريع اكبر وبرنامج اكبر بكتير من الحالي. هل ده يأثر بشكل إيجابي على حجم التمويل يا دكتورة؟ طبعا طبعا هيأثر بشكل إيجابي، لأن كده معناها أن المخاطر بالنسبة لمصر أقل بكتير، وأنها تقدر تقوم بمشروعات أكبر ومشروعات قومية، وأن هو البنك بيساندها بمبالغ أكبر بكتير في الفترة الجاية. هل ده قرار مبدئي ولا ده قرار نهائي؟ لا، هو قرار مبدئي، والقرار النهائي بإذن الله بيكون آخر شهر أكتوبر بإذن الله. طيب هل مصر مطلوب منها حاجة في هذا الإطار إنها تقدمها لهم لتأكيد هذا القرار؟ لا، هي مصر كل الإجراءات اللي قامت بيها الحكومة في الفترة اللي فاتت والقيادة بالعكس يعني خلت مصر إنها تبقى country in operation، فبس هي الإجراءات بعد كده بس إجراءات موافقة جميع بقية الأعضاء يعني. اعتقد انك اكيد هتشاركي في اجتماعات صندوق النقد القادمه الفول او الخريف في ليما. يعني ايه الخطه، ايه اللي ناويه تعرضيه على صندوق النقد والمؤسسات الدوليه؟ اهم حاجه هنعرضها هو البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بيه الحكومه في الفتره الحاليه، لانه هو برنامج يعني شامل بيركز على القطاع المالي، مركز على القطاع برضه تحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، استراتيجيه بتاعت الصناعه في الفتره اللي جايه، وكمان الاصلاحات اللي هي لها علاقه بالكهرباء والبترول عموما الطاقه، ودي كلها اصلاحات يعني جيده، واحنا هنشاركهم بهذا البرنامج. واحنا بنحاول تاني هدف ان احنا بنحاول برضه نشوف ايه الطرق ان احنا طرق مبتكرة لتمويل الاقتصاد بالظبط. ده كان سؤالي، هل هتبحثي عن منح جديدة، قروض ميسرة، بنفكر في أبواب جديدة للتمويل؟ طبعا، هي مصر زي ما انت عارفة لميس مصر أصلا مساهمة في البنك الدولي، فإحنا لنا نصيب من التمويل اللي بيقوم بيه البنك الدولي للدول المختلفة، فإحنا وعشان إحنا قايمين ببرنامج اقتصادي شامل، فإحنا برضو عايزين ان احنا يكون في تمويل بطريقه مبتكره، يعني تكون قروض ومنح، ولو قروض تكون ميسره جدا على فترات سداد بعيده، ان احنا نقدر ان احنا نقوم بالمشاريع القوميه ونساند الاقتصاد في الفتره اللي جايه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره سحر. وهيكون معانا طبعا سياده المحافظ برضو، فهي برضو احب اقول ان الديليجيشن هيبقى فيها برضو محافظ البنك المركزي باذن الله. طب هل كان في حاجه يعني تحبي تقولي لنا عن اجتماع الرئيس النهارده بمجموعه عدد كبير من الوزراء حضرتك كنت منهم؟ هي برضو من الحاجات ان احنا بنشوف التطورات والانجازات اللي تمت في المشاريع القومية، وازاي ان احنا نتحرك بطريقة اسرع، ومن اهم النقاط برضو اللي ناقشناها هي التمويل الاقتصاد المصري بطرق غير تقليدية، تكون مش عبء على الدولة، بالعكس تكون مساندة في الفترة اللي جاية، واهم حاجة ان الناس تبقى حاسة بالانجازات وان كل الخدمات تكون بتوصل لهم بطريقة احسن. المستوى القصير الاجل يا دكتورة سحر، محتاجين نشتغل على المستوى اللي يحس بيه الناس بسرعة، لانه المشروعات القومية مشروعات طويلة النفس طويلة الاجل، فارجو ان ده يكون في اعتبار الحكومة. وده من اهم التكليفات، ودي من اول الحاجات اللي احنا مركزين عليها في الفترة الجاية، وكان في انجازات تمت، بس ان شاء الله نقوم بشغل اكتر في الفتره اللي جايه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره سحر ناصر وزيره التعاون الدولي.